أنا اسمي براق ريما، فنان قصص مصورة، يعني بعمل قصص مصورة. جيت على معرض الشارقة، بالحقيقة هو أنا يعني مع عدد تاني من الفنانين العرب اللي بيعملوا قصص مصورة من مصر، من لبنان، من الأردن. اشتغلنا على شيء مشترك، كان بالأول ما كتير واضح، ما كتير محدد شو هو هذا الشيء المشترك، بس جينا مشان نعمل قصص مصورة. هلا اللي طلع معنا هو هيدا، اللي هو عبارة عن كوتية مصور ومطبوع بالفوتوكوبي. كيف عملنا نحن؟ أول شيء ما كان عندنا فكرة محددة أو سيناريو محدد، طلعنا برا، مشينا بالمدينة وصرنا نرسم، نعمل رسم سريع على دفاترنا، ورجعنا جينا لهون حطيناهم بالكمبيوتر وطبعنا هيدا الكتيب اللي هو ممكن يكون يعني بيلخص الرحلة تبعيتنا للشارع. نحن ما عدنا كتير، يعني عدنا 3-4 أيام، فكان شغل كتير صغير. فهذا كان المشروع، يعني من شيء بالأول ما كان كتير واضح شو بدنا نعمل، تعرفنا على بعضنا، التقينا بكتير ناس وعملنا هيدا الكتيب. انطباعي على المعرض انه كتير كبير. انا ما كتير بحب المعارض كتير كبيرة لانه في ضجة وعجقة وناس كتير، بس انه هيدا انه انا هيك، بس انه حلو، غير هيك ما بعرف. انا تعبت شوي من العجقة وهيك، بفضل المعارض الصغيرة وهيك، بس جيد. واشتريت كتب ل يعني شوي مبكر، بس انا بعد 3 اشهر حصير بابا، فبلشت اشتري من هلا كتب.